أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. كشفت هيئة استثمار محافظة واسط عن رصد ضعف في الاستثمار بالقطاع السكني، حيث تبلغ عدد المشاريع حاليا 4 فقط، منها 3 متلكئة ومشروع سكني واحد يعمل حاليا بسعة 557 وحدة سكنية بنظام البناء الأفقي ومساحة 117 دونم. وقالت الهيئة إن الروتين الذي تتبعه الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع الاستثمارية يصدم الراغبين بالعمل في المحافظة، كما أشارت إلى حاجة واسط الماسة لإنشاء مستشفيات، سيما بعد تعرض المؤسسات الصحية حاليا إلى الاندثار بسبب تقادمها. ولفتت إلى أن مشاكل الحصص المائية باتت تعيق مشاريع الاستثمار في القطاع الزراعي التي تعتمد في الأساس على الري وعلى مياه الآبار، الأمر الذي شكل عبئا على المزارعين. قالت لجنة الاقتصاد النيابية إن أكثر من 70% من العراقيين دفعوا ثمن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار. وأكدت عضوة اللجنة ندى شاكر جودة أن أصحاب المصارف والمسؤولين والمتنفذين لم يتضرروا بكل تأكيد من الخطوة الحكومية بتغيير سعر صرف الدولار، مؤكدة أن القرار جاء بذريعة محاربة فساد مزاد العملة، إلا أن تداعياته كانت قاسية على ملايين العراقيين من خلال رفع الأسعار بنسب عالية جدا. وأشارت إلى أن رفع سعر صرف الدولار وخفض قيمة الدينار سياسة أثبتت فشلها ونتائجها كانت وخيمة على شرائح واسعة من الشعب، لا سيما أن الحكومة لا تمتلك أدوات لاحتواء الغلاء. أعلن سوق العراق للأوراق المالية عن انخفاض كبير في القيمة والأسهم للأسبوع الماضي، مشيرا إلى تداول 15 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 14 مليار دينار. وقال السوق في تقرير له إن عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 46 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 39 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، في حين يستمر توقف 18 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق. ارتفع سعر خام البصرة الخفيف ليسجل أعلى سعر للنفط في منظمة أوبك الأحد بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية قبل إغلاقها. وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 73 دولارا و20 سنتا للبرميل الواحد بارتفاع بلغت نسبته 51% من 100%، بينما انخفض خام البصرة الثقيل إلى 68 دولارا و46 سنتا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 2%. وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت ليغلق خام برنت على 73 دولارا و51 سنتا، وخام غرب تكساس على 71 دولارا و64 سنتا للبرميل الواحد. ختام الموجز إلى اللقاء.